الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. كل مجتهد مصيب في سلوك طريق الاجتهاد وليس كل مجتهد مصيب في سلوك طريق الاجتهاد لا في إصابة عين الحق. كل مجتهد مصيب، هذا باب الاجتهاد والتقليد في آخر أبواب أصول الفقه، آخر أبواب أصول الفقه. كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد لا في إصابة عين الحق. أنا أطلب من طالب جيد يشرح لنا هذه القاعدة. كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك الطريق لا في الوصول للنتيجة. طيب شوفوا يا جماعة، معلش شيخ سيد، اختلف العلماء هل كل مجتهد مصيب ولا ليس بمصيب، على قولين. هالقاعدة هي الوسط، منهم من قال كل مجتهد مصيب مطلقة، ومنهم من قال ليس كل مجتهد مصيب مطلقة. القول الصحيح لا، هو مصيب لما سلك طريق الاجتهاد، لأن المسائل التي نطلب أحكامها نسلك طريق الاجتهاد فيها، فإذا هو امتثل أمر الله في سلوك الطريق ولا لا؟ إذا هو مصيب في سلوك الطريق. لكن هل كل من سلك طريق الاجتهاد يوفق للحق عند الله؟ أحيانا يجتهد ويخطئ، وأحيانا يجتهد ويصيب، فهو يثاب بثواب على سلوك طريق الاجتهاد، فإن أصاب صوابا آخر وهو موافقة الحق فله ثواب آخر. فالمجتهد المصيب كم له من ثواب؟ ثوابان، ثواب الأول على ماذا؟ على سلوك طريق الاجتهاد، والثواب الثاني على إصابة الحق. طيب إذا سلك مجتهد آخر طريق الاجتهاد ولكن أخطأ الحق، يكون مصيبا بماذا؟ من جهة واحدة وهي سلوك. فإذا هو أصاب في سلوك الطريق وليس يلزم منه الإصابة في عين الحق، لأن الحق عند الله كم؟ واحد، لكنه مجتهد، والمجتهد مأجور على كل حال. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فإيش؟ فأصاب، فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.